برغلات شيل وملقى ما تلقى، برغلات شيل وملقى ما تلقى، اش ما يعلى السقف يعتمد عالدنقة. برغلات شيل وملقى ما تلقى، اش ما يعلى السقف يعتمد عالدنقة. عالدنقة ثارت على اخوانك بيحة تفقى، اثارت على اخوانك بيحة تبقى تبقى. القبل شوية كانت حلقها بحلقة، القطف ينهضم كون برجلك السحقة، اكو بيهم يشيل من السلف حقة. ليش يطب ببيت اخوته وملقى ما يلقى، يردون يضحك كذيب والضحك مو قوة، ولك مو قوة يا اجيب ما بينقص بس ناقص الخوامة. الخوايا اللي حسبت ظخر ما قل لك السوى، اما نتبيه ونمت ويذب علي بلوى. ليش انت قاعدة سدر شو بايقي التشوى؟ ليش انت قاعدة سدر شو بايق التتوى؟ بالسوق شفت الذهب بس ما مش مروه، من تموت يذكرونه. زرع لك موقف. اعزائي المشاهدين، من قضاء الزبير وبالتحديد البرجسيه في ديوان الفراتسه الشيخ ابو عادل الفرطوسي، وفي ضيافه الشاعر ابو ايمن الفرطوسي ميه تلبيب. حياكم الله، اهلا وسهلا. كل الهلا. راح نحاشيك بصددنا، يعني انه احنا شعراء وانت شاعر. اهلا وسهلا. شاعرنا. اهلا وسهلا. أيوة. حياكم الله. الله يعزك. شو اخباركم؟ كل الهلا بكم وحياكم الله واهلا وسهلا. شلون الزبير؟ شلون البرجسيه؟ في البدء احنا نرحب بقناتكم الموقره، قناه كميل. الكميل الفضائيه. الكميل الفضائيه، حياكم الله واهلا وسهلا، وحياك الله ابو فاطمه. الله كل الهلا بديوانك وبين اهلك وبين ناسك. يطول عمرك. اهلا وسهلا بك. اول شيء نشكرك على حسن الضيافه طبعا. حياكم الله. وعلى الملقى هذا الحلو. كل الهلا بك. كل الهلا بك. من اعزائي المشاهدين من اطراف الشارع، يعني هناك ثيلات وتلقاني الزلمه، هذا سواله هوايه. اهلا وسهلا يعني. بديرتك وبين اهلك، حياك الله. احكينا احنا اليوم يعني في صدد هذا اللقب، احنا عندنا الفرطوس وعندنا الفراتسة. نعم. فيا ريت تحكي لنا عن الفراتسة. حياك الله. الله يعزك. تبدي بيهم من قيادتهم. نعم. وزمام الامور. مفهوم 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 مفهوم. احنا احنا عشيرة الفراتسة. نعم. عشيرة من قبيلة السراي. نعم. الفرطوس. نعم. بيهم الغزو وبيهم بنحكيهم والى اخره. نعم. هواي تفاصيل. نعم. هم وكل من يرأسهم علي السجر وكريم من صيف الجاسم. نعم. كل من رئيس على عشيرته. نعم. لكن احنا تحديدا موضوعنا الفراتسة. نعم. هي عشيره من قبيله السراي. نعم. السراي اللي يرأسها الامير سعد الحسن القصاب، موجود مضيفه حاليا في الكوت، هو امير قبيله السراي. بالنسبة للفراتسة هي ملتمة يعني جذورها من بطون السراي. نعم. هي البرحمل، بقشي، الهليتي. نعم. هذه كلها السراي. نعم. كلها السراي. نعم. الفراتسة ملتم ممتدة جذورها في الجنوب الوسط. نعم. في الوسط الجنوبي، واكثر جذورها ممتدة وهي عشيرة البصالح. تحياتنا للشيخ صباح الفارس ابو محمد. تحياتنا له. ولا زالت جذورها ممتده بهذا الوسط بالعشائر كافه. نعم. بس احنا ويا البصالح عندنا باع يعني طويل. تواجدهم وكثرتهم. تواجدهم وكثرتهم وفزعتنا وركضتنا وكل يعني امورنا. اليوم انا من يردون يصيحون وبيمن، وبيمن الصالحي يصيحون. ونعم. لكن من تريد ترد للعظم، العظم سراي. نعم. نعم. انه ربه من ذاك الوقت للربوة طبعا. نعم. واحنا انجلهم واهلنا ونحترمهم. أكيد. من هذا الباب. نعم. من بيت دويس، من بيت وريد، من بيت
لفته. نعم. من بيت الويج. نعم. هذه هي عشيرة الفراتسة. نعم. نعم. بيت الويج رأسها. أسرتهم بأي محافظة وبأي مكان بالتحديد؟ التحديد هي موجودة الفراتسة بالعمارة وبغداد وبالبصرة وبالكوت. يعني بكل محافظات. موجودة بكل المحافظات، لكنه أكثر شيء في بالناصري. تواصلكم بالمحافظات. يعني أنت اليوم إحنا بالبصرة. عندك مواصلة بأهل الكوت، فوق من الكوت، الديالة ما ديالة. نعم، أهلنا وناسنا ومتواصل. المناطق الغربية. إحنا من مناطقنا يعني معرف، إحنا ما نقطع بيهم. ونعم. للتواصل. نعم. إن ناس إن وياهم وصلوا، إن باع طويل ويا العرب. كل السنايد بنظرك أبو، بما أنه أنت رجل شاعر بس عندك اطلاع بهذا بهاي الأمور، مثل ما يقول ابن بخت. سناينا احنا والمناطق الغربيه اكو اختلاف لو نفس السناين. اي طبعا. واذا صار حادث بالبصره نعاملهم بسناينا لو بسناينهم. اكو احنا هسه، انت ليش تروح للغربيه؟ اكو عندنا هسه بالجنوب. نعم. من يشدون رايه العباس ما يطيحون نص الفصل. اقول لك العباس بالجنوب اكو. اي بالجنوب. اي عندنا وادي. فاذا كل المحافظات وكل الغربيه، كل من سناينا، كل شط بشط. كل شط. نعم. نعم. كل شط بشطه. لكن ما حد يزلف الدرب، كل من على سنينته وعلى ماشي. هذا شلون وضعك يعني الاجتماعي بالعشائر انت، بما انه ابن شخصيه خيره حاج جليل ابو عادل؟ نعم، ابن حاج جليل اللي ان شاء الله غني عن التعليم. الله يسلمك. الله يحفظك. الكم جاه وجه هنا بعشائر الزبير؟ اي نعم، ناسنا واهلنا والتقدير متواصل بين الحمايل كافه. اخوتكم اللي تشوفها اقرب الناس لك؟ اي طبعا. منهم ناسنا. انه منهم ناسنا تريد بيت ريسان منا. اي عرب اخواننا اولاد عمنا. ها. اي نعم. من السراء، من الفراتسه اولاد عمنا. الفراتسه منو اكثر حموله تمون عليه؟ احنا نمون على نمون على حموله البصالح الخليل. ليش؟ كريم الحبيب الله يحفظه ان شاء الله، وتحياتنا له من خلال برنامجكم. الله يعزك. هم يعني او هاني المزهر هو من عشيره الخليل. نعم. وكاظم طبعاً مو كودا لانه هم إيه؟ هاني وكاظم. اي نعم. تحياتنا لهم. ديوانهم انا ما قدرت ارحب بهم، هو ديوانهم. خليتهم اكو فقره انا اليكم إيه؟ بها. إيه؟ انا مو كودا يعني هم موجودين اقول هم اقرب الناس الخليل، لا لا، هم لهم مواقف ويانا. وان احنا هنا انا اكو سؤال اسئله بداخلي ضاب. اقرب الناس البصالح من باب الربوه انه انتم سلف واحد قاعد. اي نعم. نعم. اكو جذور يعني جذور عموميه لو شنو؟ لا لا، احنا الجذور العموميه انا سبق وان قلت لك احنا للسراي، لكنه الجذور اكو فزعه. نعم. واكو مناشده واكو بصيره تصير بحالات تصير. نعم. واكو تاثير من شخص الى شخص تاثير. نعم. يعني فانا احس بي اقرب الناس الي. الاغلبيه الاعظم اللي موجود يعني بقضاء الزبير هم الناس. هي بن سكين موجوده. البصالح يعني. البصالح لهم حمل ثقيل. نعم. اي نعم. فلهذا السبب انا اموت على شغله الربوه. هاي الربوه الله شاهد. اي نعم. اي انا هسه رجل مياحي، بس اذا تسالني صاير بالعزير اقول لك، تقول لي تربيه من؟ اقول لك تربيه ابو محمد. فعلا. مو صحيح لو لا؟ صحيح. لان انا يعني قاعد بنص عشائرنا، نص الشده، ابو بخيت، البغنام، ابو محمد، هذول هاي انا صاير عندهم. فكل شيء بينما انا خوالي يعني بني مالك، هو مسقط راسي الرئيسي امامنا هسه ثقل مياح بالقرنه. فانا احب هاي الشغله مال الربوه، انه الانسان مهما يكون ما بس ما ينسى ال 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 الهوسه العش. العش ماله. اي نعم. كانت الوادم اكو بعض الناس تقول. نعم. على كلمه زود. هيك. زود يقول هذا، من يقول زود؟ انا ارد ازود على الشاعر اللي هوس مو. نعم. انا وعيت عليها. لا، مو ارد ازود على الشاعر، انا وعيت عليها اقول زود انا صالحي. ها يعني إلهم. اي إلهم. ها ونعم. نعم. ونعم منك والله. انا اشوفها حتى لذيذه. اي هي لذيذه. لا والله. نعم. لها لذتها الخاصه. الله يعزك. هاي الـ بما انه انت هسه يعني بقضاء الزبير وبالتحديد البرجسيه، شنو هاي الصهاريج تتعدى منها ورايحه هيج ومحمله وراده هيج؟ هم تعرفونها وين تروح والعراق ظل يهفي؟
احنا بموقع الشعيبه هذه ورانا منطقه يعني بما الشعيبه بما انه انت بهاي البؤره ايه؟ انا اسالك هذه احنا منطقه هم يم ابيار النفط الرئيسيه اي نعم هذه هذه الشعيبه بصفنا منها نعم المصفى الشعيبه العامه للجنوب نعم هذا المصفى نعم وهذه السيطرات بصفهم فمن تطلع من الشعيبه تؤدي الى الطريق السريع تتعدى عليكم يعني اي نعم تتعدى علينا بس كل شيء ما شايفينه هيش. نعم ماكو شيء ايه؟ حتى سيلفي ما قصينا ماكو شيء شاف الله عليك شاف الله ننشد من هذا انا بدي اسوي يعني حلقه بداخل هذه يراد لها موضوع خاص بهذا بهذا المجال لا والله نعم يراد لها موضوع خصوصيه واكو امور ايه؟ اكو حتى انه حقوق احنا بيها لا والله نعم الحمد لله وش يعني نسكت حالنا حال السكت حالنا حال ايه؟ والله العظيم احنا سولفنا وحكينا وانت هم نوهت بالهوسات ونوهنا ايه؟ وتكلمنا ايه؟ 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 ماكو هي اي والله هذا ذاك يوم يعني يعني باحدى اللقاءات لما تطرقت على شيء بخير يعني للعراق وهاي قال لي اترجاك اسكت قلت له ليش اخوي انبحت اصواتنا موتنا كل شيء ماكو اي ماكو شيء ضيعنا شباب اي شباب راحت بالمظاهرات ما حصلنا شيء قال عم نصيح هيك بلاش خلينا ترى ما حيسمعنا قلت له عم قال شو اخوي رجعنا على عشيره خلينا نسولف قلت له عم ايش اسوي لك وين اروح هي هاي احنا قاعد نميز نفسنا وهذا صحيح يعني انا اعطيته يعني الى الحق اي نعم ابو ايمن يعني صراحه الحديث وياك حلو انا هاي الشخصيه صراحه اهلا وسهلا بك الف هلا بك متواضعه نعم من ادب وبالمناسبه هذه الشخصيه من رجال الاعمال يعني الموجودين عندنا بالبصره الله يخليك الله يسلمك فالحديث وياها يعني يجب ان يكون مطول حتى نستفاد منه فاكو سؤال يعني طرحته الرجل احد رجال الاعمال بما انه ضمن اختصاصه رجل تحياتنا الى ابو حورال بخيتاوي قبل لا اسالك قلت له راح اسالك هيك سؤال قبل البرنامج بثواني قال ايش راح تسالني قلت له لو انت اختاروا عليك رئيس وزراء وانت رجل اعمال شيني اول شيء تسوي للمحافظتك هسه ما نقول للعراق وتوصل هيك بس مثلا خلوك مجلس محافظه وتجي تسوي شنو اكو شيء ببالك تشوفه بيه نقص انت عايشه شنو اللي تقدر تسوي شنو اللي يسوي ابو ايمن الفردوسي ان شاء الله انت غني عنها هاي أين. ما رئيس الوزراء والانتخابات هاي كلها ان شاء الله غني انه احنا هذه حتى يقول رضا الناس غايه لا تدرك ها فدوا روح الناس تستفاد انه عندنا هيك رجال اعمال وعندنا هيك شخصيات مدفونه بالمجتمع يعني مجرد يعرفون الناس اللي هو يقول ارضاء الناس غايه لا تدرك نعم. هذه احنا شيء منتهين من عندنا نعم. لو تفرش الشارع حس ذهب نعم. هم يقول لك ايش مطينا وش محصلي نعم. لكنه الانسان هو يحاول يساعد الفقراء ما ادري يعني غير الوسيله نعم يعني ماكو يعني غير هذه الوسيله اللي يفيد الفقير يعني انا اشوفه مثلا اقل شيء بدل ما هاي المرضى مثل ما قال هو ابو حورال بخيتاوي يعني احنا العراق بشرفك ناقص خبرات ناقص دكاتره شنو بي شو هاد تشوفه والله العظيم جاي التقي بناس جريمه خل يعني هاي المفروض يوميا تشوفها بالتلفزيون يا اخي عندهم ذكاء يعني والله العظيم ما موجود عندهم اول ما قال لي انا ابني مستشفى بدون فلوس ما ياخذون من عندي ما اعطيهم فلوس يعني بعقلي كرجل اعمال قال اشغل لي غير معمل واخليه ينتج بفلوس النتاج ما ضمه بخزينة الدولة أبني بيم مستشفى تعالج هاي ما يخلونه طبعا ما هو فكرته بباله يسوي هذا الشيء لكن ما يخلونه بس هو قنعني صراحة اي هو قنعك قنعك على منطقته اللي يسولف عليها هذا عراق قال لي ما امد ايدي على الدولة نهائيا انا قادر اخذ منه هذا معمل شغله اللي ينتج لي اياه المعمل اقدر ابني بيه مستشفى ما اخلي الناس تروح للهند اي فعلا صحيح العده طموح كل شيء يقدر يسوي مهش. لكن اكو ما تخليك هاي اكو يسمونها الحوشيه ما تخليك والله الحوشيه ما تخليك يجيبك منها يردك منها تلوه الغزل عليه ما على قولنا خلينا نحكي باللغه الدارجه انا ما احب التصنع الله وكيل هو ايش رد انا لي ورا سبع امتار غير الحوشيه اي ما والله غير لون لا ما بعد يا عيل ترى اكو ناس طيرتهم الحوشيه حسنا بنفتح الباب شرفك انا افتح الباب واحد يقول لي اهلا وسهلا حياك الله استاذ مثلا يقول استاذ اذا انا اقدر لها عمي اظلم مهدي بس اذا ما اقدر اطير
ترى كلمة استاذ مو ما تنقال على كل واحد. اي فعلا. استاذ كون داريس، كون واعي، كون عنده خلفية حضارية مثل ما يقول، كون واصل جايب لي 4 شهادات. اي فعلا فعلا. زين انا ويقول لي استاذ بشرفك شي كضني؟ علقنا بعد. شي كضني غير البخت؟ علقنا بعد. زين هو كان بعد لازم نشتم الهواء من دبي. لا ما شو قدرنا. اكو غيرها لولا. لا بعد ما. فهي قلت لك اكو ناس ما تحملها عم. وطبعا احنا طيرناهم للامانه، الله وكيله، احنا طيرناهم. بين وبينك العبوا. فعلا. قال لي امانه بمكان وقال لي عندك كتاب تخويل، ما اذكر المحافظه ولا المنطقه ولا السيطره. باو عليه ايش الثانيه؟ قلت له ما عجبه؟ قال لا ما اعرف اقرا. رتبه رائد. اي فاهم. بتاعت هذا الماي اللي غسل حي ومي. اي احنا علقناهم احنا هسه انت. رتبه رائد ما يقرا. قلت له عمي كتاب تخويل انت قريته؟ عبان عبالي ما عجبه. مثلا يعني ما دخل بدماغه. قال اخذ نروح. قلت له قال انا ما اعرف اقرا. اي هذا يا ابوه حطوه بال. فهي اي فهو هذا هذا اللي 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 يسوي كوارث. ان شاء الله فاصل وراجعين. ذاك اليوم انا يعني عند يعني احد مشايخ السراي اللي هو نسيت اسمه عبد الكريم. عبد الكريم هبسي. عبد الكريم جبار هبسي شيخ عشيرة الفراطس. نعم هم كانت اكو يعني مشكلة عشائرية هناك وانا كنت موجود فنشلت على المضيف قالوا لي هذا. اي نعم هذا شيخنا العموم في محافظة بغداد موجود حاليا ومضيفه متواجد. نعم بغداد يعني. اي نعم. تحياتنا له. الله يطول لنا عمره ان شاء الله. الله يسلمك. الله يعزك. اي ابو ايمن. شنو سالفة الخاشية؟ اللي المقطع اللي انتشر عبر التواصل الاجتماعي في حضرة الإمام العباس عليه السلام. ممنون. هذه الخاشية لها في البداية لها يعني موقف فيه. نعم. وعلى ما اعتقد انا جتنا تحياتنا لمؤسسة مهاوي للجنوب اكرم الفريجي وكرار الفريجي الله يعزك. هم في وقتها اجوا صوروا هالموقف هنا. يا ريت الموقف كامل. اي نعم. احنا اكو يعني شويه قضيه صارت في سنه 2017 والانسان معرض لكل شيء. طبعا تمر عليه الحالات كل شيء يمر عليه. طبعا. ومن جابونا يم بالمحكمة يم القاضي. خوش. صار يعني جدال بين القاضي حوار. نعم أنت وياه؟ قال يعني وين المحامي؟ ذكر اسم المحامي. نعم. قلت له علي. ها. نعم. قال لك المحامي مالك منو؟ علي صيحوه. قلت له علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب. نعم. فصار يعني تشدد بالموقف من عنده هو. ما قبل بهذا الوضع. من هذا لان هذه محكمه ودوله. عليها صح. عليها اساس. بس انت على فطرتك؟ انا على فطرتي. سلام الله عليك يا ابو الحسن يا سلام علي. سلام الله علي ظليت مصمم على هذا الموضوع. نعم. هذا الحديث. الله. فمن يعني اكو ناس تقول هذا انحكم واكو ناس تدري هذا الترويج. تاويل. اي بقد ما حبوك نشروا ضدك. صح. قد اللي حبوك. صح. لا واكثر يجوز بعد. اي يجوز اكثر يصير لك هذه شعبيتك تنقلب ضدك تعالى. طبعا. اي فمن هو بعدين اخر شيء عجز لا حطيت محامي ولا قال افراج خلص الحمد لله. اي فانا من اجيت هنا سولفت يعني هوسه قلت جابوني بقضيه وموش متلبسه والقاضي علي مشتكي نفسه. ولا جابوني 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 بقضية وموش متلبسة والقاضي علي مشتكي نفسه. ولا طبيت المحكمة وشفت الزلم خرسة. والباطل علا ودورت لي خلسة. قالوا لي المحامي وين؟ قلت حاضر علي وما ينسمح. ولا 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 سحل والقاضي صاحب غيطك جاكوشة قال نأجل الجلسة. ولا صارت خبصة بيها المحكمة وصياح قالوا لي إفراج الشغلة من دسة. ولا أنا عدي علي والقاضي عد آلاف بس مو مثل لي حرسة. ولا الحاضر ليلة زينب يحضر من ننخاه. ولا الحاضر ليلة زينب يحضر من ننخاه. فهذه القصيدة على مؤسسة المهاوي للجنوب من انتشرت. نعم.
أججت الوضع ضدي. هنا هنا صار زعل من 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 قبل الحكومة. صدر بي أمر إنه. نعم. أمر مرة ثانية. مرة ثانية. أمر قضائي. بقضية التمييز. نعم. بعد إحنا هذه كل الدول تدري والعالم بأجمعه. نعم. اللي ينظلم واللي مريض يلتجئ لأهل البيت سلام الله. ماكو غيره. أنا. هم بعد ذولا. توجهت. ذولا القضاة الكبار. ما هو بس لله فوقه. أي والله أي. بعد أنا ما خليت. وين توجهت؟ ما خليت باب ما طرقته ما رحمت غضيت توجهت السلام الله عليه بالفضل. ولا. ولا يقضي أخو زين أبو داعتك. طبيت بحضرته وفرشت خاشيتي. خوش. قلت أريد أفرش عباتي واجذب الحسرة واشكي لك قمر عدنان بالحضرة. الله. كل مظلوم رايد منك تحضره وبس انت توقف ويانا. ولا هذه يعني هي إلها بعد تفرع قصيدة ثانوية. نعم. لكنه هي القضية كانت أنا خصوصا يعني مالتي. نعم. لا تقبل الأفراج ولا تقبل كل ما بها مجال إلا بالقفص. نعم. ثق واعتقد قضاها ولا 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 وانا عدها لقاها اخو زينب بيقضيها يقضيها اي والله العظيم. هذا الموقف اللي يعني خلاني الله يعزك واحنا ان شاء الله بحمايتها. احنا بصدد الشعر يا ريت نسمع من انا احب شوف هسه هاي اللي حكيتها انت عن موقف فيا ريت الشاعر هاني صالحي يسمعنا شيء عن هم عن موقف وباختصار. الله يعزك. شوف الموقف يعني يخليها تطلع منه وتوصل مو لهنا لا قبل يعني المتلقي بقلبه قبل صحيح لو لا. والله انا يعني حاكيك هسه من هذا الموقف اللي انت بي موقف كفيلك الله الناس اججت اي بالله قالوا دفع وقالوا شو الحمد لله الحمد لله اي قضاتنا نزيهه الحمد لله. حياك الله اخوي العزيز جابر. الله يعزك. قناه تميل الفضائيه فدوى اروح لك بعد عيني. اهلا وسهلا حياكم الله وعلى راسي. الله يطول عمرك سالم راسي. موقف بقداميات او اربع داميات. نعم. طلبك عزيزك. الله يعزك. هذا اكو واحد يقول لك في زمن صدام كان يشتغل ويا المعارضه. قبل. اي قبل. نعم. فمن تتطوق العشائر يشردون للهور. خوش. يخف نفسه. يترك عائلته بغت فبيوم اللي شرد المنطقه من طوغه بغت سبعة ايام تقريبا او من النظام البائد يعني النظام البائد بعد صدام حسين وعندك الحسبه اي اي فكان اليوم اللي راح يعرف بهله ماكو عندهم طحين خلصين يعني كثير المونه ماكو ماكو البيت خارج. حماده 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 على سبعة ايام سطع على بيتهم سطوه عبر ما يقدر منطقه كلهم طوغه نعم فاجى للبيت دخل سأل الزوج له بشر يجيني ابوي الوضع قالت له الوضع هو عنده ولدي وبنيه وزوجته وامه قالت له الوضعيه شويه تعبانه وعلى حطتك بس انا ما خليت بينت عليك خله قبل العشائر مضيف منا هو خاصه بيت هذا الريال مضيف منا ومضيف منا اذا ما شب التنور معناته هذول ما تعشوا ولا اذا ما خبزت المراه وشيرت معناته ما تعشوا هذول نعم لازم بالغداء كل وقت قالت لا انا ما خليت بينا تخلى عليك انا اشيهم ولا الصبح الظهر وهي ماكو المغرب هي ماكو ولا حماده اي دونت عليها يقول تنوري تنوري للشمات انت تدونت اي نعم ونعم منك كفو منك اخو صالح تنوري للشمات يدوي واطفي ولا تنور للشمات يدوي وأطف فيه أشير بلا يطحين وأخبز كذب ولا ولا قالت له يركض علي جوعان متحيرة شطي خوش يركض علي جوعان متحيرة شطي متحيرة شطي يسكت من ندو النار ما يبكى خليه هذا الطفل ذا شب النار بعد يتامل اكو اكل بالصبل هذا اي يتامل اكو رغيف مو هيك اي نعم اي يقول له يخفى يخفى ويفز جوعان وبجوعته يبات يخفى يخفى ويفز جوعان وبجوعته يبات معيشته صار اسبوع بس على الخلالة ولا ولا ونعم منك ونعم منك روح ولا واحد مدلها ايدي والعين ظل يصغر
مدلها بعد ما اشوف بعيد. الجفن يمشي مدلها مثل مشي السحاب على الوطي. ولا سوالف كثر عد وسالفتهم عرب بس بي صارت سالفتهم. سوالف كثر عد وسالفتهم عرب بس بي صارت سالفتهم. لو ان يدرون مرض سالفتهم زلم تاكل بزاد وتذنبي. ولا ولا تسلم 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 يا بعد روحي الله يعزك. اي كاظم الله يعزك. اردنا إيه. الله يعزك. اي 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 ابو جواد الله بالخير والكرامه. اللي يطعن بالقفه من الزلم ما محسوب. لبيك اضرب لك مثل وسقيلي المرتوب. لا اللي يطعن بالقفه من الزلم ما محسوب. اضرب لك مثل وسقيلي المرتوب. كلام اللي عرفه اليوم بس الا قصدر الطوق. ولا كلام اللي عرفه اليوم بس الصان بخته وحفظ ذاك الثوب. ولا اللي يذم الناس مثل البيقلط وعيوب. اللي يذم الناس مثل البيقلط وعيوب. خلي عيوبك مستورات حضر من حلق ما يتفاهم. ولا ولا تسلم تسلم الله يعزك. نرجع لابو ايمن أسئلك على كيف لو حيل يعني أمام مفتوحت لك هيت كيفك. شنو سبب تعدد الزوجات بالنسبة إلي لو لا إلك إيه إلك أنت بالنسبة أي سؤال شخص عادي يسمونه شلون واحد يعني ضربة جزاء أي شيء هذا التعدد أنت تحس مرات راحتك النفسية بهذا نعم هو الشرع هوايه هسه ما طلعنا من الشرع وبعدنا الحمد لله اسم الله بالطبق راحتك النفسيه بهذا هيك الدرب نعم الشرعي نعم لكنه هو يتحبه بس اي نعم يعني هوايه ويتحبه على مود كثره الخلفه جاتني دعوه نزوه شني لا هي راحتك النفسية يعني هي هن ثلاثة تشملهن كلهن صح هسه انا ذاك اليوم ما يدرون بيها لا انا ايدي هيك ايه؟ ذاك اليوم يعني سألت واحد قلت له عمي شنو سبب تعدد الزوجات؟ ايه؟ قال والله انا اكون لا سامح الله من الله يقبض امانتي يكون عندي 50 يرمون وراي بالعرابة. قلت له عمي هسه انت متت احنا كل احنا وياك كل احنا وياك فمن هالباب احنا انا اجيت لاهلي لقيت دعوة عرس حنة ورحت لها نعم. انا ما عرفت بس اذا دعوكم وجبوهم نعم. وصلت لقيتها استقبلني الزلمه زلمه كبير خوش سلمت عليه ايه؟ لقيت ربعه تهوس خوش شعره اي الف مبروك الف مبروك. قلت له يا اهل العريس. قال انا هو الزلمه كبير زين انا توني مشاكل ويا حبايبي خوش وهذا لقيته ماخذ الثانيه نعم طبيته ويا ريانة قل له بالخير والبركه خوش. قلت لي الماخذ اثنين بروح ملهوف القهر والضيم كأنك رايح تشوفه. اي والله جاياتك مزر بات. يا الماخذ اثنين بروح ملهوف القهر والضيم كأنك رايح تشوفه. لو شيطان لو سلطان هاي المثله معروفه. صح ما عبيت بيها الجربه مزروفه. ريدك كون تشل ببالك موش تطيح. الله يعزك. بما انه بالنسبه اذا انت شخص تحبه وهو يحبك وانت متعلق به هذا راحتك انت تلقاها ويا ماكو مشكله. ابو ايمن اخويا اين تجد راحتك بالشعر ام بالعمل؟ والله هو بالنسبة للشعر الشعر هو يواصلك بين أحبابك نعم ومجتمعك وتلتقي بهم يعني عندك الشعر هواية لو حرفة لكنه أنت تريد تواصل بالشعر وجيبك فارق مو أنا من طريقتي من هوست لليوم أنا ما أخذ لي 1000 دينار من واحد نعم تسمع ونعم منه الله غانيك إن شاء الله نعمة خير لكن أنا ذا عايف بس لا تخرب السنين علينا لا ما تخرب كل من وسنين تمو احنا من ساعة سولفنا بالحمايل اي كل من وسنين اي هي اي اذا مثلا انا جيبي فارغ وماشي ورايح مسير لي على العرب وانا جيبي فارغ كل شو ما شنو الفائده؟ اذا راحتي النفسيه ما مرتاح صح حتى ما بتصير صح النفسيه اي راحتي نعم عملي نعم اي عملي وهذه الشغله الثانيه انا اواصل الناس
ان انا حتى لو مشاعر اواصلهم باي طريقه. نعم. مو الا بالشعر. هن هواي بس احنا راح نختصرهن لان تعبناك الظاهر. لا احنا بخدمتك. حياكم الله وكل الهلا بك. الله يعزك. يعني حادثة الحضرة. الحج الوالد تو اجى من المشية. والله نتشرف بيه. حتى نتشرف بيه. الله يعزك. اي والله تحياتنا تحياتنا لك عمي. الله يعزك. الشيخ كان مشي هو وتفاجئنا احنا بجيتكم ما كان عندنا اتصال وياه. او نعم ونعم منك ونعم منك ونعم منك شيخنا الله يعزك. اعزائي المشاهدين هذا الحاج اللي هو صاحب المضيف ابو ايمن ابو ايمن الفرطوسي الحاج ابو عادل طبعا تحياتنا لك الله يعزك. سولف لنا على المشية كنت بيها شلونها بس كون قضت. الله يعزك. ها أعزائي المشاهدين طبعا مو ضيف احنا ضيوف عنده هو رجل راعي منزل وراعي هذا المضيف الحاج او الشيخ ابو عادل الفرطوسي واحنا هاي البركه مثل هيجي شخصيات نتعلم منها هواي الله شاهد وانا كلي خجل من احاورك واسئلك بس اعتبرني ابنك اليوم تفضل الله يعزك فدوه اروح لك احنا بعد ما عدنا يعني الحديث ابو ايمن ابنك ان شاء الله ما قصر بالبركه ونعم التربيه طبعا ونشكرك على هاي اي والله على هاي من ما يقول الخلفه باللغه الدارجه لان الحمد لله والشكر اي والله الله يعزك فاريد نسمع منك طريفه حياك الله الله يعزك الله يحييك ان شاء الله ولي صديق نعم من الفدور ساكن بالناصريين نعم محافظة الديقار تحياتنا المحافظة الديقار فهذا الولد كتل ابن عمه نعم ومشى مشيات كثيرة وحتى أنا من عرض المشيات ما ارتضى اللي هو ذاك أخو المقتول يستفصل من خلف نعم فملينا من هاي الشغلة خلف ذاك اليوم وبحده راح فصل لشفن وراح للبدري اللي هو أخو المقتول نعم ويا دخل بديوانه اي لقى هذا هو الكاتل اخوه قال له ايش عندك انت يايني؟ قال له يايك خطار خوش ذاك الوقت الخطار ثلاث ايام يلا يسهلونه طبعا ظل يجيب له عشاء وغدا وريوق لما وصل ثلاث ايام ساله قال له انت جاي ناس وديت ياويت كثيره وعرب كثيره خوش وانا ما اخترعت منك خوش شلون يعني انت وطب ديواني وانت شات لاخوي قال له انا جايك ارضيك قال له بيش ترضيني قال له ارضيك بثلاث حالات وحده حاله منهن محتاج مال انطيك مال خوش والثانيه اذا محتاج نسوان انا انطي افصلك نسوان ازف لك كيفك عيال تاخذ كيفك نعم والثالثه انا المطلوبه انا قتلت هذا شفني وانت قتلني ولا قال له نبات للصبح ويصير خير. ها. زين شنو رايك هذا بايت بيك الليله وهذا يطلب من بني ياخذ وحده غدي يقول يا اختارها يريده. خوش. يريد كتله بعد. قعد للصبح ينتظر الموت. خوش. الصبح يا قال لاخوي انا اريد بنت عمك اللي هي اسمها دله بالكويت. خوش. بنت فلان. خوش. قال له صار. قال له ارتضيت منك انا اذا جبت لي هاي. خوش. راح للكويت وبات عند ابن عمه وقال له يا اخوي انا جايك بطلب قال له قول قال له جايك انا اريد بنتك دله لفلان الفلان لان انا شاد اخوه هذا انطلب عليه الطلب قال له تحب ركابك تمشي وياه ولا نعم وياها نعم وافترضت الشغله مال خلف الهيران البدر اللي هو من البدور نعم الكاتل هو من البدور من اخوانه نعم هاي مشكله الله فظهر ذاك الوقت نعم الحمد والناس لله والناس فاهمة الحمد لله طبعا هسه من باب هو كاتل أخوه بات عده نعم يعني هاي موعظة ويوم من الأيام نعم احنا بدر كنا نفتخر به لكن هوس واحد ببدر الرميض خوش هوس عليه هوس على بدر نعم ومسل الطريفة مال الهوسة
نسى الرباط. الرباط نسى. نعم. ديرتين ثلاثة ما يرد. خوش. قلت له أخويا ساعدك؟ قال توكل بالله تفضل. خوش. قلت له بدر كنا نتكتى وكنا نحلف به. خوش. ورد الاستعمار والقيادة لبغداد تعرف به. خوش. وحسن فرع بحلق الطوب وحلس به. خوش. ومحسن يا بداد الغيم ولا بنمر الحاط عليه. خوش. وفارس كل معاني الطيب كلهن بيه. وراحت لو عالسولف بافعالي الطيب ذاك الطيب. راحت لو عالسولف بافعالي الطيب ذاك الطيب. والله صحيح. فدوى اروح لك. وهذه احنا بالنسبه عندنا مواقف عشائريه، وان شاء الله اليوم شيوخنا اللي هي بالعراق بيكم البركه، كل مشكله قاعد يحلوها ان شاء الله. انتم بركتنا والله. ان شاء الله بس وحده ما تحتل لنا، لا ربك ما ربك يحلها لنا الا هي الكورونا هاي. نسأل الله ورسوله وبجية الإخوان والجمعة هاي. نعم. ندعو الله ورسوله وأهل البيت الله يفكونا هالمشكلة هاي، الوبا هذا اللي طاح علينا. بختكم إن شاء الله. الله يعزك. الله يعزك أبو أيمن. يمكن الحاج هم عد علم، احنا برنامجنا كان هادف اللي وصلنا الفقرة العفو عند المقدرة. اي نعم. هذا البرنامج اللي جاي يبث من قناه الكميل، وانا يعني بصدد هذا الموضوع اجيتك. قالوا لي عندك امشي شيخ او جارك ويا ريت تسولف. طبعا هي بيها موعظه حتى انا انه استلخص من وراك يعني. احنا الحج الوالد الله يحفظه. نعم. هو تفضل بالكلام ويا بقصه البدور. هو هذا. نعم. ام يتخذ شلون 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 شلون. نعم. وانا قبل الحلقه وقبل الكواليس قلت لك ما دام انتم اليوم برنامجكم يخص هذا الموضوع. نعم. انا الي شخص زعلان علي. نعم. واريد الرضي من خلال برنامج. الله يعزك. شنو سبب الخلاف؟ الخلاف هو ان شاء الله هو كل شيء ينحل. هو لو هم لو عنده احنا شيء في الشيء يذكر. نعم. تحياتنا للشاعر سعيد الدينار السعيدي. نعم. شيوخ بن سعيد. ونعم منهم ومنه. نعم. أي. قال لي وتحياتنا للأمير نايف عبد الهادي. نعم. أمير قبيلة بن سعيد وسعيد. نعم. الدينار اللي من بعده. ونعم منهم. قال لي الكم مرة بكربلة. خوش. وروحوا شوفوها. خوش. ورحنا احنا قلبناها على طار الزعل احنا. نعم. رحنا شفنا المرة تعنينا الكربلة، بس من وصلنا قالت أنا على شرش ما أخذ. خوش. المن المرة؟ تلفنا. المن؟ حس البعض زيادة من الناس. لا لا. لا تخربني. المهم أي. من وصلنا قالت أنا على شرش ما أخذ. خب مو للشيخ. لا لا الشيخ ما أخذ. بيكم البركة إن شاء الله. أي. من وصلنا هي قالت ما أخذ، صارت أنا عندي غيظة علي. خوش حقيقه يعني. رحت بدرب بعيد وتعال. مو بعيده يعني، مو قريبه قصدي، بعيده تكلفه. رجعت ذاك اليوم تلاقينا بديوان بسفان. خوش. ورا شهرين انا تغيظ علي واللي جاي سلمت لقيته بالديوان. خوش. شوف هنا فرق الشاعر طبعا عن صح الشعر شلون يخلص. صح. فهو من سلمت علي بالديوان وقعدت عرف اكو غيظ عندي. خوش. قراك. اي نعم. قال لي بالديوان. اي. قال لي تمنيت اشترك وياك روح بروح ولا واحسبها علي ولا بسر تبوع ولا يا ريحة مسج يا هيل قام يفوح موش تسولف بيه سر البين وبين ولا ولا. قلت له انا قلت له احنا وياك مشتركين يا تلعة. خوش. وروح بروح صرنا وسرنا شي طلعة. خوش. بس ردنا يا خال نجدد السلعة ولا ربك ما رادار رايل بين وبينك. الحمد لله صار عرفت من خلال القصائد واحد يعني الوسائط واحد عرف الثاني. هذا الزلمة زعلان عليه. هو لو كان شاعر. نعم. كان وديت لدارمي وخصمنا هو يودي لدارمي والتمسنا. خوش. لكن خوش. هو شاعر يتجوز أكثر من الشعر. نعم. بداخله. نعم نعم. والرجل اللي جاني على قضية ويريد يفزع على أولاد عمه. القضية شنو تبقى يعني؟ تبقى رادالة من عدي وقال أنا أريد أفزع على أولاد عدي عركة بين إخواني صارت وياي. بين إخواني. إيه إخواني. شنو كان موقفك؟ قلت له أنا لو أفزع لك للستر لو أنا تبقى ما أعطي. على إخوانك. تبقى تعارك أهلك. نعم. أنا ما أعطيك أنا. ما أعطي من هواي بيبان. أول نعم منك والله. الحج الوالد الله يحفظه بهذه الدروب كان هو يوصينا. هاي بحد ذاتها رسالة. يوصينا بهذا. الأخو ما يسلح على أخوه. إي نعم ما يسلح. هذا غلط عندنا. أنا بالنسبة لي
قلت له انا استركم. بس هو من باب مختاض عنده غيظ انه هو كان مثل جوز غاثينا فد امر فالانسان عنده الغضب كل شيء يسوي. قلت له اكلف الحج الوالد ابو عادل نعم الله يحفظه موجود نعم ويحاول يلم لكم الموضوع. خوش انا ليش اعطيك سلاح واعلقها؟ خوش اجيب حطب اذب لها انا نار شلون؟ فهو زعل عليه. انا اريد من خلال برنامجكم هذا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الحج بيه البركه واحنا نمشي له. أيه وان شاء الله جيرانك يعني بالاس لو يصير بالفاو احنا ما عندنا اشكال نمشي. اي والله برنامجكم الريف الله يعزك علينا وعزيز علي الله يعزك. محتولنا ان شاء الله كله مقضي فدوا روحي شويتكم هاي وهالياويد هاي الله يطول عمرك. احنا يوم من الايام صار عندنا كتل الفراسه واحد من الفراسه من اخوانكم كتل واحد نعم وتمينا على هذا الحكي صار الفصل بعد المشية صار 80 مليون وكانت 80 صعبة كلفة هواي نعم. فقالوا هاي الياويد اللي قاعدة وهذا حكينا محدود 80 مليون ابن خليوي كان موجود نعم 80 ما بيها مجال وصار الكفيل من بن سعيد الكافل المبلغ نعم. فأي وقت المبلغ عجزنا كنا من عدة ما قدرنا دفعنا 30 وظلن 50 وظلن والنوب هم يبنى 30 قلنا يصيرن 60 خوش يطيحوننا 20 خوش ما صارت ما رضى ورحنا للشيخ ابن خليوي ساعتين واقفين ببابه ما انفتح لنا الديوان وبعد هذا من انفتح لنا الديوان دشينا عليه ما رضى قال ابدا 80 مليون تجيبون. المهم رحنا لغير مكانات ما نريد نجيب اسماها ما صارت رحنا لابو صالح اللي هو نايف شيخ بن سعيد نعم ونعم. رحنا على الصبح انا ورفاقتي وحولنا عند لقينا القهوه تفور والشاي والضحك والسوالف ذاك الديوان عسى الله عمره وهنياله بيهم وهم هنيالهم بي نعم تحياتنا اله والله. اي والله قال هنا ابو عادل شنو عندك قول يا انت ورفاقتك؟ قلت له والله هاي السالفه واحنا توصلنا وطينا 30 وطينا نوب 30 بقت 20 30 طينا قلنا وبقت 20 وصلنا 60 وهي قدرتنا واحنا بالنسبه لنا حتى زلمه لهم هدرنا دبه خير يقتلونا لان ذابينا من العشيره نعم. قال وين ال 30؟ قلت له ترى قبل هذا الحكي رحنا لابن خليوي وما رضى. قال اقول لك ال 30 وين؟ قلت له بالسياره يبون خوش يبون ال 30 شيكن حسابن قال روح لاهلكم. بالليل دق علينا قال انتهت بعد ولا فضت الشر. هي وهو هاي هو هذا بن سعيد هذا نعم هذا عز الله قول وفعل وانا اشكر منه اليوم وحتى انا بالقبر اشكر منه الله يعزه حتى الفراسه كل تشكر تحياتنا له حقيقه يعني. شيخنا الغالي احنا بعد هسه عندنا هاي القضيه مال هذا جاركم اللي خلافه هو وابو ايمن. اعزائي المشاهدين بعد احنا ظلت عندنا بس تحويله ان شاء الله بسيطه وان شاء الله ذولاك الناس سهلين انا منطيك رقم التليفون الله يعزك. لا بعد احنا قبل نروح لهم نتوكل على الله فدوا روح لكم تحياتي لكم ان شاء الله تانونا شويه وراجعي لكم. اعزائي المشاهدين مثل ما وعدناكم ان الشخص المختار بيت ابو مشعل واحنا الان ويانا الشيخ ابو عادل وابنه ابو ايمن ولجاويد القاعده وان شاء الله ما يكون الا الخير. تفضل شيخنا الغالي. افلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والله احنا قاطعين على رفاقتنا واخوتنا هم بجوره وهم بقوه وهذه ايام رمضان والمصالح والصلح بها نحمد الله ونشكر ان شاء الله موجود والخيل عثارة والياويد غفارة واحنا قاطعين عليكم هالياويد الطيبة الله يعزك والخوان والسادة واحنا بخدمتكم شنو طلبكم وهي شغلة اللي صارت ان شاء الله شغلة بسيطة لان طلب تفقة والتفقة بالنسبة إلى ما يصير نطيها على اخوانا نعم واحنا ما اعطينا التفقة احنا الصلح بينا وبين اخوانا ونعم منك انتم ناس اهل ستر اهل ستر احنا بخدمتك التفقة واحنا وجدام حياكم الله اهلا وسهلا الله يعزك الله يعزك انتم شنو طلبكم خدمتكم التفاد من عندنا من القناه نعطيكم
او من اللي جاوب نعطيك مش على اخوان لا هسه بعد نفاه هي ذيك انتهت اي ذيك انتهت ان شاء الله الله يعزك حياكم الله واهلا وسهلا الله يعزك ابو عادل الغالي انا عندي حساب ويا ويا من غير حساب نعم بس من حضرت انت كل شيء يطيح والله ويمن انا عندي حساب ويا غير حساب واهلا وسهلا حياكم الله كل الهلا بيكم حسابك ان شاء الله في دورك طلبوا طلبكم واحنا بخدمتكم احنا ابو عادل نعم اللي جاي بي انت ماكو كل حذر الفراش نعم الله اهلا وسهلا جايين هم صلحه وياكم وهم ما نريد غير علينا شارف قلبك كل الهلا بيكم كله طايح لك ابو عادل الله يعينك الله الف هلا بيك كل الهلا ما مرتاح ولا نايم من زعلت ابو ادري بيك اخوي وياك ويفزع انا ادري بيك قصيه وانتفع بيها وبجيب السدر يا عضا يخليها اوصيك بوصيه وانتفع بيها وبجيب السدر يا عضا يخليها اوصيك بوصيه وانتفع بيها وبجيب السدر يا عضا يخليها اتفق على خيك لا تهد بيها اتفق على خيك لا تهد بيها هفزع تفاق وياكم هفزع تفاق وياكم هفزع تفاق وياكم هفزع تفاق وياكم بس لاخوانك لا حيوز افزع تفاق وياكم بس لاخوانك لا حيوز افزع تفاق وياكم بس ما يشوى الزعل والدنيا خلصانه وبخوان الرجل لون السفر دانه ما يسوى الزعل والدنيا خلصانة وبخوان الرجل لون السفر دانه تراها ايام معدودات دنيانا هاو البين وبينك طايح هاو البين وبينك طايح هاو البين وبينك طايح هاو البين وبينك طايح وانا وياك اخوان البين وبينك طايح وانا وياك اخوان البين وبينك طايح يسمع من عندي الله يعزك يا ذا محبوب اليميل ولا الستر يسعى واشوف الواد متريده وتحب طبعه محبوب اليميل ولا الستر يسعى واشوف الواد متريده وتحب طبعه وكدنا صامر مخيمه ونفلشها الزلمة الزين كونه يستر بربعه يا ناس الشجاعة موش بالفزعة اكو حجاية عقل والبيرة ترفع كان تريد تعالج حضر خيم وشيل كان تريد تعالج حضر خيم وشيل كان تريد تعالج حضر خيم وشيل كان تريد نعم لك يا شعلة الله اهلا وسهلا كل الهلا بيك ابو عادل الغالي مشكور ابو عادل عليه مشكور نعم الله عليك عاد الغالي عاد الغالي حبيبي حياكم الله اهلا وسهلا خالي ممنون خالي الف نعم الله كل الهلا اهلا وسهلا يا مرحبا نشكر من قناه كويل الفضائيه الله يعزك وممنون من عدو مشكور قريب تشوي نوح الطير من كسره وجنحانه يتشوين وحطير من كسرة وجنحانة بنادم من يطيح بضيج يعرف قيمة اخوان الله. الله بنادم من يطيح بضيج يعرف قيمة اخوانة خلي لك تشية وسند وقت الضيج لا تأمن بدنيانة انت من تلبس اخوك تخلى لستافك غطى البرد كله ترده والشتاك تزامطه دير بالك على هدمك حتى من الصفطة لا تنسى الدفاك بساعة انت من تلبس خيك على الساعة تضب وزين وحسبك شمس العثمين لو قصت بيك السنين منين هسه قال قطرة من حليب ام البنين منين هسه قال قطرة من حليب ام البنين وتشيم بيها على اخواني انت من تلبس خيك سير بيها على الزماط ما
مو شرط شيان تبقى كل من اللي يلبس لقاط القاط ما يعتبر كامل لو لبسته بلا رباط القاط ما يعتبر كامل لو لبسته بلا رباط اخ وابن امك لازم بيلو لأمك لازم بيلول لأمك لازم بيلول لأمك لازم بيلول يا روح تريض لأحبابيك يا روحي يا روحي تريض لأحبابك ومري القطع مو زين ويا عضاك أخاف انشامتك يدري قطع لهم يوم اللي كحل العين لو قام التفق يذري في ابن العم يسوى ومش تعوفين في ابن العم يسوى مش تعوفين في ابن العم يسوى يا ابن العم يسوى مش تعوفين. اعزائي المشاهدين ان شاء الله رسالتنا واضحه انه الاخو ما يسلح من قبل الناس على اخوه هذا اكبر غلط يعني بنظري وبنظر الجاوي انا عندي لسلح اخوه على اخوه لسلح الاخو على اخوه هاي فزده بين الطوائف صح لو لا صحيح انتم الشاطرون بالراي صحيح تحياتي لكم ان شاء الله وصلت رسالتنا هذا ما يسمح به وقت البرنامج من عشيره الفراتسه والشيخ ابو عادل وكنا بضيافة أبو أيمن الفرقوسي والخوار الموجودين تحياتي لكم مقدم البرنامج العفو عند المقدرة مقدم البرنامج أخوكم الشاعر قاطع المياحي استودعكم الله.